be a free kick catter. Looks like it. With 10 men. Did he just leave a toe in? Hard to see, really. So he's going to have to go, I'm afraid. For Sanita. So Indonesia are going to finish this match with 9 men. Semua pemain tak mau menjabat tangan wasit dan milih untuk langsung masuk ke lorong lapangan. Kata too good for Indonesia. A penalty from Bin Sabra in first half stoppage time, and then a wonderful free kick from the guy that was just on your screen, Ahmed Alrawi. But both the goal scorers went off with serious looking injuries. It's anyone's guess if they'll be fit for the rest of the tournament, let alone for their second game on Thursday. Indonesia finished with 9. You
أنتان والانطلاقة، وهنا الصافرة الحاضرة من حكم الساحة باحتساب ضربة جزاء. مارسيلينيو نفذها والهدف الأول يأتي، جول أول للمنتخب الأندونيسي في اللقطة الماضية من ضربة جزاء. الهدف الأول يأتي في الدقيقة 23، مارسيلينيو استطاع تسجيل الهدف الأول للمنتخب الأندونيسي من ضربة جزاء في اللقطة الماضية. ضربة جزاء احتسبت، مارسيلينيو هذه الكرة الماضية وتنفيذ الكرة الماضية، وجاء الهدف الأول لمصلحة المنتخب الأندونيسي. 1-0 مارسيلينيو يسجل من ضربة جزاء أولى لمصلحة المنتخب الأندونيسي. 1-0 إذن في الدقيقة 23، وهنا أحمد الجعيدي، وفي اللقطة الماضية إذن شين تاي. مارسيلينيو نقل الكرة، التسديدة، جول ثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني يأتي للمنتخب الأردني، للمنتخب الأندونيسي، هدف ثاني في الدقيقة 40. سليمان واتيان، سليمان استطاع تسجيل الهدف الثاني في اللقطة الماضية وفي التسديدة الماضية. الهدف الثاني يأتي في الدقيقة 40، هذه كرة مارسيلينيو إلى الأمام. المنتخب الأندونيسي، مارسيلينيو يأتي بالهدف الثالث للمنتخب الأندونيسي في اللقطة الماضية. متأمل كثيرا أن المنتخب الأردني هذه الكرة الماضية كرة طبر، التسديدة، شام الهدف الأول بالخطأ بالطبع. مدافع المنتخب الأندونيسي يأتي بالهدف في مرمى، وهنا ردت فعل المشجع الأردني، لعبها، نقلها، الرابع، الهدف الرابع يأتي للمنتخب الأندونيسي، هدف رابع، هدف الرابع للمنتخب الأندونيسي في اللقطة الماضية أيضاً.